مدام ريشاشي ليش يا معلم؟ انا راني معروف اخوي. يعني ناخذ مره واحده تعبي تخدم معايا اخوي. واحنا نخ ولا هو معروف اخي. انت شكون؟ حتى اشكاليه. سامحني سامحني، انت معروف عفلق ملك العفاريت انت. ليه انا طبقه في القانون احنا. انت ما عندك حتى شيء؟ رجعتك بطاقتك؟ اي معايا تخدم معايا. ايه ناخذ خدمتي. ليش اسالني؟ قول شويه. المراه ما نجموش نقولوا لك مدام، خاطر احنا كي نعديو على الجهاز يقولونا احتفظ بها. ولذا شوف روحك مدام، عندكش باريكزومبل جهاز ما خذته مش خالص؟ هاي هكا مثال. انا يا اخي شعر نرسم عندي شنيا، انا كاري تحتي راجل نتعارك انا وياه. ايوه شاكي بيك هو ما عرفش. يا مدام راه فيك بطاقه جلد، تعرفش معناها؟ ما قلتليش معناها تو تعرفش يصير فيك. تو عندكش محامي صار تنجم تكلمه خنعاونك يعني. ما عنديش حد محامي. بطاقه جلد في شنيا فيما يخص؟ يا مدام انا ما نعرف شيء، انا نخدم على روحي. وتشوف الزملاء معانا تسمع فيا ولا انا راه مهمتي هنا انا نامن فيك انت ونامن في غيرك. انا نعمل لي كونترول، نلقى انسان فهمني فيه بطاقة زلب ولا ريشرشي ولا حاجة، وانت تعرف توا البلاد ماهيش آمنة وكثرة المشاكل. الور لا يا مدام واش نعمل لها اخويا؟ ما انا اخويا اللي تحبني تطرد من الخدمة لو نعلم عليها في القاعة ويقولوا لي احتفظ بها يا سيد ولا قوم نسيبها. تو هكا معقول هذا؟ كيفاش انا عندي بطاقة زلب وانا مانيش عاملة حتى مشكلة؟ مدام وين بطاقة التعريف نتاعك؟ في حتى بطاقة هيك يا ودي يا ودي 2020 يا ودي احنا بنمر يا استاذ يا استاذ تطورنا في خدمتنا. انت سامحني شبيني ما كلمتش السيد؟ سامحني سامحني انا نحترم الامن وكل شيء، لكن وما عندكش مزيه مدام شيء نحترم؟ تو انت ريسيرشيه تعملي نحترم الامن؟ لا شو يا استاذ علاش بهت؟ ما عنديش حتى مشكله مدام. تحكيش بيديك من فضلك، احنا معاك تحت هبط بيديك. اي نعرف. تو انت ريسيرشيه وزيد تحكي بيديك عاد تولي حكايه كبيره هذه. ما يعجبكش مدام؟ تو بالشق فترك راك في بوشوش نعطيك من الاخر. ما نقول لك شيء يا بنتي، احنا ما يحكيوناش يا مدام. تو انت كنت تمتثل قدام القضاء غير قول شيء مش قلت. يا مدام يا اخوك كيفاش تظلم فيها؟ اخي نبيع في الفريف انا يا استاذ، اخي نبيع في الفريف انا بدل قطعه بقطعه. يا رحمن يا استاذ ما عندي حتى مشكله. يا مدام من فضلك يهديك، رانا شوف صايمين وريقنا شايح وواحد وكذا. شنو نظلم فيها انا اخويا؟ شنو نظلم فيها يا اخي؟ حاشم منك انا حاجتي بيك راني هزيتك انا. يعجبكش انا نكلم فيها بكل تربيه باش نعاونها فهمني ونمد لها يد المساعده تقول لي ايش عامله؟ ما حبش تقول لي خويا بالنسبه لي انا كي نعم. فما فما خلنا نفضوا ملايكتها. انا ما عندي حتى مشكله نتناقش انا والراجل اللي تحت. انا حتى حتى الزملاء العوين ما حبش يجيبهم لك باش تفجع. سيبتي كرئيس فرقه انا نحكي لك. ماشي معاك وين تحب، ما عنديش يا بنتي مدام تو ريشرشي تعرفوا نهزك انت تو ولا؟ نحب نركب لك مسناد ونهزك للجهه. والقران والقران خيفك كي نتكلم تقص علي واضح ولا؟ انا مدام تو فرنسيف انا شو ركب شو نقعد للشمس نركب لك مسناد ونهزك المركز حرر لك محضر بعد ويتم نقلك البشوشه داكوردو. شنو فيك؟ شبيني ما كلمتش السيد؟ شبيني ما كلمتش السيد؟ شنو ما تعرفش؟ مدام اذا فاهم انت عامله عامله مدام. شنو انا نخزر لعينيك شوف والقران والرحمن راه اخبرني في عيني مليح. حل عينيك مليح. ليه عامله عامله مدام؟ او نعطيك من الاخر والقران. ليه تحكي لي حتى حكايه مدام؟ ايش عملنا مدام؟ واعطيني نسخه من بطاقه التعريف. تفضل واضح ولا؟ يا حليلي كزيت عامله حاجه قولي يا حليلي ولا حليل. اعطيني كسكوت اعطيني كسكوت يا بنتي شي يروح بيه لدارك ولا ما نعرف شكون. اعطيني كسكوت يا بنتي. دقيقه مد لي ستوش دقيقه من فضلك. يا حمدي يا بنتي تحب نهزه معاك؟ اعطيني ستوش مدام اعطيني ستوش اعطيني ستوش يرحم والديك. خلينا نستعملوا العنف معاك دقيقه. شدك يا اخوي نحي لي خيوط الصباط. يا مدام نحي لي خيوط الصباط يهديك رب. باهي نحي لي الخيوط يرحم والديك نحي لي الخيوط. اخوي نظم فيها يا بنتي. ايش تضمن انت؟ المراه ماشيه البوشوشه تعمل لي ايش تضمن؟ علاش؟ يا اخوي عامل باهي تحب نعاونها انا؟ تحب نعاونها؟ نحي لي خيوط الصباط ساعه نقول لك. امتى تل عرفي يخزر مغادي مدام؟ من فضلك من فضلك ما كانش اطلع كرهبتك. شنو تناقش فيا اخي بيش؟ انا خليتك فهمني باش تعاونها ما عادش تكلم حتى حد من فضلك. داكوردو ولا كان حاجتي بك انت راني وجهت، كان حاجتي بالسيد راني وجهت. تحكي لي حتى حكايه. نحي لي خيوط الصباط مدام من فضلك. لا انا فايح يا ولدي نخدم على روحي فايح. شبيني انا يا ولدي برا صحفيه؟ هذيك تو اخويا تو هذيك ماهيش لا 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 هذيك 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 موقوفه ماهيش اعلاميه بالنسبه لي انا موقوفه. نحي لي خيوط الصباط مدام كيف؟ باهي نحي لي مدام تو نعاونك نحي لي على عرفي. باهي نحي لي تو عرفي يخدم نحي لي. لا لا نحي لي يرحم والديك. لا لا يرحم والديك من فضلك يا ولدي. شنو الحكايه انت؟ شنو دخلك اخويا؟ اذا من فمك يرحم والديك. لكن تحبوا نتعاملوا معك العنف بيش؟ ايش مدخلك يا اخوي؟ تو شفت هذه انا معروف اخي. شكونك انت؟ بيش؟ ولديك ما
مالا لغه ذي؟ يعني نحكي لك بالوضعيه. قلت لا ودي لا وضعيه لهم يحزنون. انا قلت لك انا مشكلتي مع المدام. يعني خويا فيها خويا تضمن فيها كي تعمل لها محامي وابعث لها ساندويتش البوشوشه غادي. اعطيني في الخيط سامحني. كمل الخيط الاخر. كمل الخيط الاخر يرحم والديك يا مدام. ما تخافش ما تخافش ما تخافش يا مدام ما تخاف. احنا رانا متفاهمين تسمع فيا وراه نحبوا نعانوا المواطن. انا وكان جيت فيها ما حاجه. لا نحيلي 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 خيط صبات يا مدام. اوه على ولدي ما عنديش مشاكل. نحيلي خيط صبات يرحم والديك. ليش جيبولي المشكله؟ ما في مشكله ونقص من زنه اللسان. زله اللسان نقص منها. كلمه كلمني ما نكلمكش ما تكلمنيش. وانت برا كهربتك حاجتي بيك طلعت لك برا. مشيت على كهربتك برا. مشيت على كهربتك شفت لك هنا سخانه تضرب فينا وشوف الزملاء يخدموا واحد وكذا. هاي جاي منا اعطيني المونجيلو. مونجيلتي بتبيع مال شنو؟ تدخل بوشوشه داخل عروس على الحمام هناك باش تاخذ زوره. خان فاهمها خان فاهمها خان فاهمها. تدخل بوشوشه باش تاخذ حصيره وتتمد على روحها. تدخل بسواتش وتدخل بسبدري نايت. يا ولدي القرآن والرحمن لا نعرف. يا سي محسن تزبطينا باش تسمع. يا سي محسن يا سي محسن يا سي محسن يا سي محسن. والله احترم روحك من فضلك. هسر بوش رمضان هاني صايمة على ريحي. هسر بوشك يا اخوي يرحم والديك. شنو تو انا بالنسبه لي انا راني علمت القاعه ما نشوفش حول. ما تعيطش ما تعيطش ما تعيطش من فضلك. ما تعيطش ما تعيطش ما تعيطش. نعم شكون كلمه؟ تعطيهاش فلاك تعطيهاش فلاكتك خاطر من المره تدخل بالسبيدري راهي. اسمحوا لها سبيدري احنا راهو. تعطيهاش فلاكتك. شنو سبيدري يا كبش خويا؟ ايه لا 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 تعطيهاش. ها؟ اعطيني طابليتي خلي كلمه. طابليت شنو؟ لا بعد نعطوا شيء اختي تو تو بالنسبه هو انا باش نسترجل زميلك. اسمعني انت مو قناه انتونيزيا هكا ولا خويا مرحبا بكم بالنسبه انت والسيد وكذا. انا بالنسبه لي انا يا اخي ترجع القناه عندكم على المدير نتاعكم ولا شكون تكلموا قولوا عنا اعلاميه تم ايقافها في البياس تاع طريق بن زرت. واضح ولا اجى منا مدام؟ بون انا ما انا اسمعني باش نكون دقيقه دقيقه. لا لا باهي اسمعني باش نكون متربي. انا تو تعرف اون برانسيب باش نعمل. انا راكب لها ميسنوت يا سيد. يا ولدي انا ولد عائله اسمعني ورئيس فرقه باش نتحمل انا مسؤوليتها هذه. يا ريتها ولا باش نبعث لها تو تقام فتر كسكروت سردين هذاك اللي عامل. ما نجم نعمل حتى شيء. واضح ولا ايش قلت لك؟ توقع انا نوعدك انا نوعدك نجيب هيك. يا ولدي اسمع ما عندكش تهمني بحاجه ولا تحكي لي حاجه وعاملني لي وانا ما في بالي. سيبت الشيكات هكا حاجة معاهم. سيبت الشيكات يا بنتي هذيك. سلفت شي واحد وقلبته هكا فهمني. باهي اسمعني كيف انت ولا ما كيفش؟ ما نعمل حد شيء. تعملش صغيره هكا حلولي طبت روح من كيف زتلة 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 مثال. لا لا والله لا والله لا. يودي ونعرف عندي اشكالات. عرفت انا زوز بنات. اه اما ليش كوبينش كده؟ ميسي خل نعاونك. انا نحب نعاونك لا لا يا بنتي هكا يا مدام. نقاش صغير ريتو ريتو زميل توا هزيت له انا شو الهويات الثلاثه وعداك على الاعلاميه عليه يتم الاحتفاظ كان بك انت يا لله يا رباب رباب الرحيمي هكا ولا خلي بها هكا في الجهه بالك عبد عمي تو انا معرف وعندي بنيه وذي باش نحسبها كيما اختي خويا تو بربي انا ماذا بيا نحب نعاونها. هي ما حبش تو تحكي لي انا ما نجم نعاونها. باش خويا تو انتم توما تو باش نقلوا كرهبتكم وهي باش ترافقني للنقطه الامنيه نتاعنا باش نحرروا لها خويا محضر تعطيك البروسيدور نتاعنا باش تجي سياره تهزها البوشوشه. علاش انا باش نمشي لها تو؟ شنو هي اش عملت لك البوشوشه؟ اخي منطرد من الخدمه تو انا عالم قاعه كاله. تو عارف يقال لي تو يقول لي احتفظ ها جيبوا لها محامي. لا لا جيب لها محامي كان تحب ناخذ البوشوشه وبعد دخلت البوشوشه. لا ما تنجمش عندكش حق تدخل البوشوشه كيفاش تجيب لها كاسكروت ولا دابوز ماء؟ احكي لي حكايه زوز بنات. زوز بنات تحكيها لي ترى. زوز بنات تتناقش انا وياهم عادي نقاش عادي. اي اي علاش فهم نقاش عادي. شنو النقاش؟ بنات تعاركنا في الدار معناها نقاش كانوا ساكنين في الدار. تو احنا في الروضه نحكيو في حدوته تو. اسمعني انت تحب باش توقفني؟ يا ودي شو وقفك يا زميل بالله ابعث لك المسنوت مو غادي يرحم والديك. ابعث لك المسنوت. اجا هنا اجا هنا اجا هنا شنو شو علينا تو سيد بقريه؟ اجا من هنا اجا من هنا. ها مالا شنو؟ شنو ما نعملكش؟ تو موقوف كيفاش تحبني نعاونك؟ سامحني الموقوف راهو ما يتكلمش نعطيك من الاخر ويتجرد من ملابسه واضح ولا ويمشي فهمني للمركز وما يتكلمش ومش انت تتكلم عندك محامي كان تحب تتكلم هو اللي دافع عليك. تو شنو الحكايه ذي تو؟ تو وليت تورينا خدمتنا؟ بيك فما عبد تبلع فيا ولا تو انت تعرف قاعد تعمل تو انت قاعد تو تزيد في زله اللسان واحنا زله اللسان. خيش فما تشابه بالاسماء. لا 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 يا اخوي علاه ما هزيتكش انت؟ علاش ما هزيتش السيد؟ تجيك هي نهزها. اسمعني نعم. انت تغسل سقيك كل يوم ايوه ها بوشوشه راهو ما دارت تبدا واحد هذا بيك حتى كان تعمل زي كلاس نحيه سنين الكلاس تاعك ولا
شنو كلاس ترى؟ مانيش انا مانيش نعطيه لهنا وخلي تاكل بعض. شنو هزك انا تهزني ولا بتهزني؟ اه انا ماهيش باش تخرج معناها انت تو تهد على السلطه. يا ولدي ما تحكي لي حتى وما تحترمش. ما تحكي لي حتى واضح ولا انا ما تخرج من هنا ما تمشي معاه. انا تو ما تخليش نستعمل معاك العمر. محامي تمشي معاه محامي. انت تجيب لها محامي. لا لا ما تخرجش لا لا انت تجيب لها محامي. ما تخليش نعيط من فضلك. واضح ولا رمضان وريقي شيح. واضح ولا نعمل لك قضيه فهمتي ولا لا؟ اعمل 1000 قضيه خويا. بليت عليها انت بنت بليت عليها علاش تبليش عليك انت؟ علاش تبليش عليك انت؟ علاش تبليش عليك انت؟ انا فهمتي. هاي تعرف كيفاش؟ انت ولا تبليت؟ فمك ما عادش تحلوا جملة واضح ولا لا؟ نحس بدري ما دام لا لا نحس بدري لا لا نحس بدري نحس بدري. شنو مشي الكهرباء؟ اسمعني ما دام ما دام صرنا نكلمك كلمة. انت تفرج في الام تينيزيا بعد شغل فترة ها؟ تفرج كاميرا خفية؟ اه هاي كاميرا تصور فيك. عملتولي لي انا كاميرا خفية. علاش علاش ما